الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا وإياكم من النار ومن غضب الجبار. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، فإنها وصية رب العالمين للأولين والآخرين، لنا ولمن قبلنا، إذ يقول رب العزة جل جلاله وعم نواله، وهو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، يقول ربنا جل جلاله في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. وفي الحديث النبوي، حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحب الكرام، فأخذ يسأله، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: فأخبرني عن كذا. فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل، وهذا هو البيت الشاهد عندنا، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: اجعل من نفسك على نفسك رقيبا. ويقول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما، إذا ما خلوت الدهر يوما، فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. أيها الأحبة الكرام، طبيعة النفس البشرية أنها ميالة صوب الشهوات، تحب الشهوات، كل محرم عندها مرغوب، وهكذا وطبيعة النفس، ويعينها على ذلك الشيطان، فيكون الضحية نحن، ولنا أن نواجه تلك النفس وذاك الشيطان باستحضار الرقابة الإلهية. وهذا هو موضوع هذه الخطبة، الرقابة الإلهية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما نحن استحضرنا الرقابة الإلهية، أو الذي يستحضر الرقابة الإلهية، فإنه عليه أن يراقب الله في كل أمور حياته، أن يراقب الله في قلبه، في نفسه، في عينه، في بصره، في سمعه، في بطنه، في جوارحه، في زوجه وولده، في بيته، في كل شيء. هذا هو الذي يستحضر الرقابة الإلهية عليه. وليعلم أن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذه الجوارح التي ذكرناها، إذا لم تراع الله فيها ولم تستحضر الرقابة عليها، كانت ضدك يوم القيامة، كانت من الشهود عليك. حينما تقول: يا رب جاحدا، يا رب ما ذهبت إلى مكان السوء، فتقول الرجل: كذبت، لقد ذهبت علي أنا وأنا رجلك. ويقول الرجل هذا أمام الله جاحدا: يا ربي، لم أتكلم في فلان، لم أطعن في عرض فلان، لم أكن أغتاب فلان، لم أكن نماما. فيقول اللسان: كذبت، كذبت، لقد كنت تتحدث عن فلان وتطعن فلان، وتنقل الكلام بين هذا وذاك من أجل الفتنة.
وذاك لأنك لم تستحضر الرقابة الإلهية عليك هنا في الدنيا، فاستحقيت هذا الشهود أن يكون ضدك يوم القيامة. الأمر الثاني، إذا لم تستحضر الرقابة الإلهية فإنك تصبح ظالما طاغيا متجبرا، واللائحة طويلة، اللائحة السوداء. فهنيئا لك إذا ما كنت المظلوم ولم تكن الظالم، وهنيئا لك إذا كنت المقتول ولم تكن القاتل. بناء على الحديث، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لذلك فالإنسان لا يهتم بمثل هذه الأمور، لا يهمه أن يكون ظالما، هذا هو الأمر الذي يريده هو. الأمر الثالث، وهو إذا أنت لم تستحضر الرقابة الإلهية فإنك ستنتهك محارم الله. حينما تستحضر الرقابة البشرية عليك وتصبح لك فرصة بعيدة عن الرقابة البشرية، انتهكت محارم الله، لأنك لم تستحضر الرقابة الإلهية، وهذا هو الأمر الأول عليك. كثير من الناس يفعلون هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه وكأن على رؤوسهم الطير، يستمعون وينصتون عسى أن يرحموا، فيقول لهم: سيأتي قوم من أمتي يأتون بجبال من الحسنات ولكنها يوم القيامة تصبح هباء منثورا، تصبح لا شيء، جبال من حسنات لكنها لا شيء الآن يوم القيامة. فقالوا له: يا رسول الله، صف لنا هؤلاء مخافة أن يكونوا هم يسألون خوفا ونحن لا نبالي ولا نهتم، كأن جبال الحسنات موجودة عندنا وكأننا لم نفعل سوءا ولا شيء، نريد أن نقابل الله بوجه عادي وبقلب مستبشر ضاحك وبقلب ضاحك مستبشر. للأسف الشديد، فقال لهم: هم قوم، هؤلاء القوم هم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها، لم يستحضروا الرقابة الإلهية عليهم. وإذا نحن استحضرنا الرقابة الإلهية حقيقة فإننا لن نعصي الله جل جلاله، وإذا ما نحن عصينا الله لن نستمر، بل نتوب ونعود إلى الله جل جلاله. كل ابن آدم خطأ، لا إشكال في أن تخطئ، إنما الإشكال الأكبر أن تستمر في خطائك ولا تتوب من خطائك. إذا ما كنت تعود تائبا إلى الله فهذا هو الأمر المطلوب، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، هنيئا لك بتوبتك. لذلك قم في ليلك، قم في وقت السحر وتوجه إلى الله وقل أولا: يا ربي إنني أخطأت، ثم استغفر الله يغفر الله لك، يغفر الله لك جل جلاله. ثم الأمر الآخر، إذا نحن استحضرنا الرقابة الإلهية أدركنا شيئا كبيرا وهو الإحسان، وصلنا إلى هذه المرتبة الكبرى الإحسان، وهي التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل نحن نعبد الله على هذه الطريقة؟ هل نستحضر الرقابة الإلهية في حياتنا؟ حينما تكون في مكتبك ويأتيك شخص ما ويقدم لك دريهمات معدودة فتجعله من السابقين وهو وقد جاء متأخرا، هل استحضرت الرقابة الإلهية هنا؟ لا أبدا، أنت مسؤول عن هذا الأمر. لكن لو استحضرنا الرقابة الإلهية بدل الرقابة البشرية، لو جاءنا شخص وقدم لنا أوراقا لنمضيها ثم انسحب، وجاء شخص آخر من بعده وقدم لنا مالا من أجل أن نقدمه، قلنا له لا، فيقول لك: لا، لا أحد يرانا. قلت له: لا، معي ربي جل جلاله وهو الذي يراني، لا يمكن أن أفعل. أستاذ تفعل هكذا، طالب علم يفعل هكذا، كل واحد لابد أن يستحضر وأن يصل إلى مرتبة الإحسان. كان أحد الطلبة وهو محبوب لدى شيخه، وقصة ذكرتها كثيرا لكن في هذا الباب تذكر مرة أخرى تربي العقيدة. كان هذا الشيخ يحب هذا الطالب كثيرا، فذهب الطلبة إلى آبائهم وأخبروهم بأن شيخنا يحب فلانا ويقدمه أكثر فأكثر علينا. جاءوا إليه وسألوا، قال لهم: تريدون أن تعرفوا السبب؟
قال لهم مرحبا. نادى على جميع الطلبة وأعطى لكل واحد طائرا وقال لهم اذهبوا إلى مكان لا يراكم فيه أحد. وحينما تدركون هذا الأمر بحيث لا يراكم أي أحد قوموا بذبح هذه الطيور. كل الطلبة قد ذبحوا طيورهم إلا هذا الطالب المحبوب. عاد إليه وقال عاد متأخرا قال له ما الذي أخرك؟ قال له انظر إلى طائري. قال له لماذا لم تذبح طائرك؟ قال له لقد اشترطت علينا بأن لا يرانا أحد وما من مكان ذهبت إليه إلا وأجد الله فيه يراني فلم أستطيع أن أذبح. رأيتم هنا الرقابة الإلهية. وسأقارن في الخطبة الثانية بين الرقابة الإلهية والرقابة البشرية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. يقول ربنا جل جلاله في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون بعمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. صدق الله العظيم. الرقابة البشرية والرقابة الإلهية أيهما أقوى وأيهما الأصلح؟ حينما نكون أمام الرقابة البشرية فإننا قد نؤدي عملنا، ولكن حينما لا تعود هناك رقابة بشرية ننقلب رأسا على عقب. بينما إذا كانت هناك الرقابة الإلهية أدينا عملنا على أتم وجه ولو كنا وسط الظلام ولو لم يرانا أحد. تعالوا معي لنأتي بشخص يخاف الرقابة البشرية. أمامه كاميرا يؤدي عمله، تزول الكاميرا ينقلب رأسا على عقب. يكون في بلد يحكمه القانون أكثر والكاميرا تراقبه وكل واحد ينظر إليه، إذا أخطأ يؤدي، لا يرمي الأزبال في الشارع. حينما يأتي إلى بلد أمة إسلامية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تزيل الأذى عن الطريق بينما هي ترمي الأزبال في الشارع وترمي أزبالها على جارها وعلى كل شخص، لا تهتم، لا يهمها أبدا، لا تهتم. بينما أنك إذا أزلت الأذى عن الطريق كتب لك ذلك صدقة. رأيتم كيف الجزاء عندنا حينما نستحضر الرقابة الإلهية. حينما يأتي إلى بلد ليس فيه الرقابة البشرية يرمي الأزبال مع كل واحد لأنه كان يخشى الرقابة البشرية. بينما إذا كان الشخص يهاب الله جل جلاله ويستحضر الرقابة الإلهية إذا ما ذهب إلى ذاك البلد ورأى فيه الرقابة البشرية موجودة أم غير موجودة فإنه لا يرمي الأزبال أبدا بل يزيلها من الطريق. وحينما يسأله يقول ديني يأمرني بهذا. هل ترون هذا حقيقة في واقعنا؟ بعيد كل البعد. الطالب حينما لا يستحضر الرقابة الإلهية ويخشى الرقابة البشرية يستمر يفكر أشهر كثيرة، فصل كامل وهو يفكر كيف سيقوم بعملية الغش. بينما لو استثمر ذلك في القراءة وفي الجهد وفي التلخيص وفي السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سيأتي بنتائج أقوى مما يتصور، وذاك لأنه استحضر الرقابة الإلهية يفكر. بينما لو استحضر الرقابة الإلهية فإنهم لو أزالوا الأستاذ الذي يراقبه فإنه لا يقوم بهذه العملية. هذا الذي يحدث. لذلك فحينما قدمت الرقابة البشرية على الرقابة الإلهية ساد النفاق وتأخرت الأمة، لم يعد أي واحد منا يؤدي عمله على أتم وجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه. أحد الصالحين هو المبارك كان لديه خادم ولديه بنت واحدة، أرسل هذا الخادم إلى جنته يعني إلى مكان له وقال له قم بحراسة هذا العنب حتى آتي إليك. مكث ما يقارب الشهرين ثم ذهب إليه، ناداه أيها الخادم ائتني بعنقود عنب
فلما جاء هذا الخادم بعنقود عنب تذوقه فوجده غير حلو، وجده حامض. قال له: عد مرة أخرى وائتني بعنقود ثاني. جاءه بالعنقود الثاني لم يجد حلوا. قال له: ائتني بعنقود ثالث لم يجد حلوا. فقال له: لماذا ألا تعرف الحلو من غير الحلو؟ قال له: لم ترسلني لأتذوقه، بل أرسلتني لحراسته، وإنني أستحضر الرقابة الإلهية، لذلك لم أتذوقه. وحده يؤدي عمله على أتم وجه، هذا هو المسلم الحقيقي، هذا الذي أراده الله من هذا المسلم. بينما الذي لا يؤدي عمله ولا يستحضر الرقابة الإلهية يؤدي كل شخص، خاصة حينما تطغى المادة، يؤدي أمه وأباه وإخوته وكل شيء، من أجل أن يصل إلى مبتغاه المادي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، كل شيء كالسراب. لماذا؟ لأنه لم يستحضر الرقابة الإلهية. فكان لهذا الشخص نتيجة الرقابة الإلهية، نتيجة خوفه من الله، أن زوجه المبارك بابنته، فرزقه الله ابنا هو عبد الله بن المبارك، الذي كلما فتحت قرطاسا من قراطيس التاريخ وتصفحت صفحات من صفحاته إلا ووجدت سيرته فيها. نتيجة ماذا؟ حينما تخشى الله وتراقب الله جل جلاله تظهر لك النتائج في الدنيا قبل الآخرة، تظهر لك النتائج في أولادك. ونحن نسأل ونتساءل: لماذا أبناؤنا خرجوا الطريق؟ لماذا أبناؤنا ضلوا الطريق؟ ألم نقدم لهم كل شيء؟ لكن من أين قدمت لهم تلك الأشياء؟ لكننا نحن نظن أن الله لا يرانا، بينما ربنا جل جلاله من فوق سبع سماوات لا يراك أنت فقط، بل يرى تلك النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يراها ويرى دمها في عنقها، بل يرى انتقال الدم من مفصل إلى مفصل جل جلاله. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. اللهم اجعلنا ممن أدركوا خشيتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا تقواك وخشيتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين. اللهم انصر ملك المغرب محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه في كافة أسرته الشريفة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. استووا واعتدلوا وتراصوا يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر